أخوتي الله معكم. أنا أبونا طلال تعلب، مدير دار الصداقة، المؤسسة المخلصية الاجتماعية بزحلة. حبيت أبعث هذا الفيديو الصغير تقلكم يسلم دياتكم كلكم على الدعم والمحبة اللي عم تورجونا إياها أكثر وأكثر، ويوم بعد يوم نحن وصلنا من حضرتكم مبلغ 2000 دولار كندي. أكيد الوصل موجود مع الأساس حكمة دندن وصل بنك. أنا باسمي باسم أولاد دار الصداقة بدي أتشكر فرسان كولومبوس، مجلس يسوع الملك بتورونتو، بدي أتشكر أبونا مكارس وهبي الصديق والأخ الحبيب، بدي أشكر أستاذ جون جدعون، بدي أشكر أستاذ حكمة دندن. أكيد ما بنسى تجمع زحلة الثقافي يلي دايماً عم يسندنا. بدي أشكر كل المتبرعين يلي أنا ما بعرف أسمائهم، كلهم كل واحد باسمه. بدي أطلب من ربنا أكيد يبارككم، يبارك حياتكم، يقويكم أكثر وأكثر بدعمكم بمحبتكم لألنا، تنقدر نكفي مسيرتنا وعملنا بدار صداقة مع كل الأطفال اللي عم نهتم فيهم. أكيد مشروع أورفنز فور جيسوس يلي عم تقوموا فيه عم يغطي دار الصداقة وعم يغطي كتير من المؤسسات بلبنان وخارج لبنان. ربنا يزيد المحسنين والمتبرعين والمحبين حقيقة نكون أكثر متضمنين مع بعض، أكثر عم نسند بعض، أكثر عم نعطي بعض نصل للمحل يلي نحن عم ندور عليه اللي بيرضي ربنا وبيرضي ضميرنا دايماً.